بصفة عامة لما بدأت أتسلق الجبال ردة الفعل الناس كانت تكسر القلب، يعني لما أقول لهم أنا بروح أتسلق جبال كانوا هم يقولوا لي ليه؟ أي أحد ما يعيش هذا الاختيار معاش، ما تطلعي على هذا الجبل وتستوعبي إنه هي مقبرة، إنه في ناس فوق، هذا في ناس مدفونين فوق، تستوعب إنه هذا الشيء is serious وشيء جدا يخوف. لما أنسأل كيف بدأت فكرة إيفرست، صعب بالنسبة لي أجاوب، لأنه هي ما كانت فكرة قد ما كان a calling. يعني حسيت إنه الجبل ناداني، ومرة غريب إن أنا أقول لكم إنه الجبل ناداني، بس أنا لما بدأت مغامراتي ما تخيلت إن حسوي هذا الشيء لسنين. الفكرة كانت إني أبروح أتسلق جبل في تنزانيا، كليمنجارو في أفريقيا مرة واحدة وخلاص، هي كانت فكرة بس كده، إنه زي باقي الناس أو بجرب شيء جديد. ما تخيلت إن أنا هنغرم بالجبال. بعد ما سلكت كليمنجارو انغرم بالجبال، انغرمت بفكرة الجبال. أمي دائما تضحك تقول لي رحتي تسلكت الجبل رجعتي زي البسة اللي سبناها برا في المطر، بس عيوني كانت مرة فرحانة. رجعت وقررت أني أنا أكمل في مشوار تسلق الجبال. لما كملت مشوار تسلق الجبال اكتشفت أنه 7 جبال هي أعلى جبل في كل قارة، من أكثر الجبال المعتاد عليها التسلق، يعني فيها ترينينج وفيها شركات وكذا، من ضمنهم كانت إيفرست. بس أنا ما قررت أني أنا أتسلق إيفرست لأنها من 7، لا، أنا قررت أتسلق إيفرست لأني رحت على إيفرست بيس كامب وشفت إيفرست بعيوني، وهذا الجبل ناداني. ما أعرف كيف أشرح للناس هذا الشيء. طلعت في الجبل، أمي دائما تقول يا رب رها طلعت ذا الجبل، نفس يوم الأيام تطلعي في رجال اللي يجي يخطبك يوم الأيام، يا رب، لأنه انغرمت بفكرة أن أنا أكون من السعودية أتسلق هذا الجبل، وما تخيلت أني حتسلقه. وفي خلال سنة قررت أن أنا أتدرب حالي وأرجع أتسلق الجبل. 12 شهر. رها محرك هي أول فتاة سعودية تتسلق الجبل الأشهر، وأيضاً أصغر شابة عربية تتمكن من الوصول إلى قمة إيفرست. لما قررت أدرب على إيفرست في ديك الفترة ما كان مرة معتاد ترى بنات يروحوا وأنا من السعودية وكيف أدرب، فكان مرة صعب إني ألاقي أصلاً الشركة اللي تقبل تأخذني، إني ألاقي الترينينج والكلوز والملابس، كان مرة صعب ومشوار مرة طويل، وما بطفشكم فيه لأنه تكنيكال جداً، بس بصفة عامة كان حقيقي إنك أنت تكوني من الصحراء ورايحة على أعلى جبل في العالم، يعني شوك مرة كبير. بس لما رحت على الجبل واكتشفت إني أنا حكون أول سعودية، ترى استصغرت الموضوع. يعني أنا لما قالوا لي أنت أول سعودية قلت لهم آه من جد؟ ما كان في أحد قبل؟ آه واو amazing. ما فكرت انه هذا الشيء حيكون قد كده كبير الين ما صار، واستوعبت انه اوه هذا ترى شيء كبير. وصار يجيني على السوشيال ميديا مسجات واشياء مره حلوه مره لطيفه، انه وسع لي عيوني انه قديش هذا الشيء كبير بالنسبه لي. ففي البدايه انا ترى ما كنت مستوعبه ابدا انه هو شيء كان قد كده كبير، لدرجه انه يعني لما نزلت من إيفرست وكان في كل الميديا يصوروني، امي كانت بتقولي اني حطي شويه مكياج يعني شكلك ما هو مره حلو. قلت لها ماما انا كنت على جبل شهرين من الله يكرمك من غير حمام من غير شاور، اكيد شكلي مو مره حلو. فقلت لي راح يعني طب حطي مسكرة. ما كنت اعرف انه الموضوع كبير، ما كنت اعرف انه it's a big deal. ولا مرة حسيت اني انا حستسلم، لانه كنت مآمنة إيمان تام إني اللي أنا بعيشه ما هو شيء كل أحد حيقدر يعيشه، فما كنت راضية إني أنا أرمي هذا الشيء. بس عشان كنت شوية تعبانة ولا شيء جيعانة، وصدقيني في أيام كنت جدا تعبانة وجدا جيعانة وجدا أروح أستحمى وأنزل أعمل 4-5 حمام مغربي لأنه منك مستحمية كم أسبوع. بس
سبحان الله ربنا أعطاني فرصة وأهلي أدوني فرصة أنا أعيش إحدى أحلامي، ما كنت حسسهم بسهولة. أكثر موقف صعب لما كنت في أفرست، أبغاكم تتخيلوا إنها الساعة 10 في الليل، أنتوا في الخيمة، أوكي، ولابس اللبس بكامله، اللبس حق الكلايمينج بكامله، وأنت في سليبينج باج، بس باقي البوتس والجلوفز الثقيلة، ومانك عارفة إيش حيصير في النكست كابل أوف أورز، اللي بتستني حيقولوا لك حنطلع ما حنطلع. وكنت لابس اللبس حقي وأفتكر، كنت قاعدة أفكر لنفسي هل هذا حيكون آخر لبس ألبسه، لأني كنت خايفة أني أطلع وما أنزل. فمن أكثر المواقف الصعبة بالنسبة لي أني أنا أسأل نفسي هل هو هذا اللبس اللي أنا حموت فيه اللي أنا كنت لابسه. بالرغم من هذا الخوف، لما جوم وفتحوا الخيمة وقالوا يلا حنطلع، كان لازم ألاقي الشجاعة أني أطلع، وما في وقت للخوف، خلاص يلا 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 سمت 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 سمت، قالوا يلا نطلع. لبست البوس، لبست الجلوفز، حطيت الجاجوز، بدأنا نطلع. درجة الحرارة كانت ناقص 45-50 درجة الحرارة في انصاص الليل، يعني الأكثر وقت برد قبل طلوع الشمس اللي هو ساعة 4 في الليل، من الساعة 2 لساعة 4 أكثر وقت برد في الليل، وتتسلقي وما أنك شايفة غير النور اللي هو قدامك والنور الناس اللي معك، وكان القمر طالع بس ما تشوفي أي شيء ثاني. في تحدي منها للتقاليد ورغبتها بعيش حياة المغامرة، مهدت رها الطريق أمام الكثير من السعوديات للسعي وراء شغفهم وتحقيق حلمهم. إني أنا السعودية نتربى إن إحنا عندنا مسؤولية جدا كبيرة، إن إحنا نشيل اسم السعودية معنا. كل شيء تسويه أنت تحت الراية الخضراء، لازم تحترمي هذا الشيء. فإنك أنت تتخلي كومبليتلي عن الباكراند وعن أهلك مرة صعب، because it's not something، ما هو شيء معتاد. فأنا بالنسبة لي هذا ما كان option أصلاً، يعني أنا أروح أتسلق جبل من غير رضا أمي وأبويا ما هو option. يعني دائماً يقولوا لي إيش كنت تسوي لو أمك وأبوك ما كانوا راضين تسافري إنك أنت تروحي تتسلقي الجبال، كنت حقول لهم حقعد ورا الموضوع إلين ما أقنعهم إنهم يحبوا اللي أنا أحبه، ومو لازم يفهموا ليش أنا بتسلق جبال، مو لازم هم يتقبلوا ده الشيء، بس لازم يتقبلوا إن هذا اختياري أنا. لو تسألتي أمي وأبوي حيقولي أنا حياتي كلها كانت مقلب بالنسبة لهم، يعني اللي أنا عايشت ماما وبابا حرامي. تخيلوا بابا خلاص صار الله يخلي لي استسلم، صار يقول لي انت في اي قاره قبل كوفيد، من كتر ما كنت اسافر، من كتر ما كنت اروح اكتشف اماكن حتى بلدان ومدن ما يتخيلها اساميها، يبطل يصير يقول انت في اي قاره، بس قولي انت في اي قاره. اظن اكبر مقلب سويته فيه من انا رحت عشت في خيم في اماكن ما تتخيلوها، مقطوع عن العالم، رحت القطب الجنوبي. فعلى قول ماما وبابا بعيشهم كل مرة مقلب جديد، يعني كل مرة اكتشف شيء جديد. مرة صعب تسأليني أنا أقرب لمين، لأمي وأبوي، لأنه حيزعلوا مني لو أنا جاوبت ده السؤال خاطئ. الصراحة أنا قريبة من أمي في أشياء وقريبة من أبوي في أشياء ثانية، بس كوني لأني أنا I think I'm a girl أقرب لأمي طبعا، لأني أنا أحس أن أقدر أتكلم معها وأحكيها كل شيء. اتعلمت من أمي النظام،
والrespect of time، احترام الوقت. تعلمت أنا كيف أنظم وقتي وكيف أكون عندي discipline، كيف يكون عندي طقوس وأشياء أنا أمشي وراها، طريقة الأكل، اهتمام في البشرة، هذه تعلمتها من ماما، طريقة المعاملة على الوقت من ماما. بابا لا بابا ما هو حق وقت، بس تعلمت منه أنك لما تبذل جهد في شيء تآمن فيه يجيك. إن أبوي worked really hard، اشتغل أبوي كثير. حكيكي شيء ضحك، من كم يوم عزموني واحدة، عزمتني أعمل برنامج طبخ، فكلمت ماما وقلت لها ماما تخيلي أنا إيش سويت اليوم، قلت لي نطيتي من طيارة، روحتي مع قروش، إيش سويت؟ قلت لها طبخت كبسة، يعني من كتر ما الأشياء الطبيعية هو الشوك بالنسبة لهم، قلت لي إيش طبخت كبسة؟ يعني البنات الثانيين يقولوا لهم أوه أنا نطيت من طيارة ونزلت في شاركس، هذا الجديد، أنا الجديد اللي رحت طبخت كبسة. My first كبسة. تغيرت مع الوقت شخصيتها، ولكن ظلت فلسفتها في التعامل مع الأشياء والحكم عليها كما هي. الناس لما يقابلوني يحسبوا أنه أنا ثقتي في حالي ترى abundant، ترى غلط، ما هو صح. أنا تربيت كنت جدا خجولة، وكنت دائما تستخبى وراء الباب وتحت الطاولة. I was very shy. اللي أعطاني ثقة في نفسي أني as a teen okay، آمنت واقتنعت أنه أنا حكون ذكية، well read، أني أقرأ، وهذا الشيء اللي حيخليني مختلف عن باقي البنات. اقتنعت أنه مو لازم كيف شكلي، لأن كمان لو تشوف شكلي أزاتين very very ugly duckling، كنت ugly أفتبه black sheep ugly duckling. اقتنعت أن أنا بذكائي اللي حيخليني and my intellect، وأني أحب أقرأ وأعرف، هذا اللي حيخليني مختلف عن باقي البنات. فأنا تربيت على قناعة أنه الشكل مهم، بس بعدين طبعا لما صرت تين وصرت أهتم في هاو أي لوك وكذا، استوعبت أني عمري ما حقدر أكون زي معظم البنات اللي أنا أشوفهم واو جميلات، أنا ما حكون زيهم ومو لازم أكون زيهم. اقتنعت إن أنا أقول لنفسي أنتي you have your own beauty، you have your own attractiveness، أنتي لوحدك، مو لازم أكون زي باقي الناس. وفعلا هذا الشيء حقيقي أعطاني قناعة شخصية أني مو لازم أكون زي باقي الناس. صحيح أن رها شخص رياضي بالدرجة الأولى، لكنها تهتم أيضا بالناحية الأنثوية، فهي شخص محب ومتابع للموضة، وأيضا تعشق الفن والرسم. وقت كوفيد أنا حقيقي نفسياً كان مرة صعب زي كثير ناس، بس يمكن بزيادة لي أنا، لأن أنا مرة كنت حب سبورتس رياضة والسفر كثير، وما كان في لا دا ولا دا، فقررت إني بدل ما أطلع على برا أدخل على جوا في نفسي، أحسن من نفسي. فقررت إني I improve things about myself، وبدأت مثلاً إني أحسن من لغة كنت دائماً بحسنها، مثلاً الإسباني. قررت إني أرجع تاني للرسم، فرجعت بدأت أرسم ثاني، وقررت إني أحسن شيء في نفسي. فش قلت إيش هو الشيء اللي كان دائماً يضايقني شخصياً، يضايقني وبحسنه، وهو الجواب كان دائماً يجيني إني my teeth. فكان my bottom teeth، my أسنان اللي في lower part كان عندي crowding، فكان يضايقني معظم الناس ما يشوفوا ذا الشيء، من الأسنان اللي تحت ما تشوفوا كثير، بس أنا كان يضايقني crowding. يعني كنت I brush my teeth وأعمل flossing كان حقيقي يضايقني. فبالصدفة وأنا researching online لقيت بسمة، وبسمة وصراحة وأنا قلت بسمة ذا الشيء، I messaged بسمة وكذا other company في نفس الوقت، بس بسمة من أول مرة I contacted them كانوا extremely responsive، كانوا بيردوا على طول، أعطوني كل المعلومات مرة بسرعة، بعتوا الكيت on time، مرة كانوا مهتمين صراحة فيها immediately. فطبعا حبيت البراند من أول إنه أعطوني اهتمام. وغير كده هما they work ما بين لبنان وما بين the company that does التقويم، واللي صار في لبنان كانت نص سنين بس ما dealing together in the fourth، ولسه السيرفيس ما انقطع. Does toothpaste freeze on Mount Everest? Really good question. Oh, so many ways. Hello everybody. So here are my first liners.
These are the very first ones I had. The idea today is for me to share with you my Besma journey. I was just super impressed by their care. كيف كان ردة فعل المجتمع السعودي؟ قلبك أبيض لو تحسب إنه كان كله إيجابي وكان كله تصفيق لا، في البداية كان جدا صعب، لأنه أي شيء جديد، أي شيء، أي ركر جديد، بالذات أنت كمرأة، يفجع الناس، وأنا أعطيهم أسامحهم، حتى الناس اللي كانوا جدا هارش معاي وما عجبهم إن أنا رحت سلك جبل، أنا أسامحهم على أسلوبهم، ومرات الأسلوب كان جدا جارح، إنه ما يفهموا. يحسبوا ان هذا الشيء غبي وهذا الشيء ما تافه ومهم. اوكي، يمكن بالنسبه لكم انتم تحسبوا هذا الشيء مهم، بس هذا اتس ماي اون اتشيفمنت، ان انا قررت ان اتسلق وطلعت بالصدفه، انا اول سعوديه اسويه. ففي البدايه كان صعب، لانه كان ليش وفجعه زي اي شيء جديد، بس بعدين بعد مرور السنين وتفتح العقول وتفهم القلوب صار شيء جدا ايجابي. يجيني كثير مسج على السوشيال ميديا انه اوه بنتي تبي تصير زيك، او انا باخذ مرتي على تسلق الجبال وكذا. فمره انبسط انه صار في ايفولوشن وصار في تفتح وتغير في العقليات. هذا التحدي بالنسبه لي كان قبل ما يكون تحدي ضد اي احد، تحدي لنفسي، لاني كنت ابغى اثبت لنفسي ان انا قادر اسوي اي شيء افكر فيه، ان انا قادر اعيش اي شيء عمري اتخيله. تخيل انت كل مره تقولي لاحد ابغى اتسلق جبل يقول لك ما تقدري عشانك بنت، كان يقهرني. ليش تقولوا لي ان انا ما اقدر؟ فهو السبب الاول والدافع الاساسي اني انا ابغى اثبت لنفسي ان انا اقدر اعيش احلامي مهما كانت كبيره. والدافع الثاني صراحه انه حلو انك تثبتي للناس ان هم غلط وتكسري الستيريوتايب. وعلى قول ماما تقول لي انت كنت مره مقهور ان هم قالوا لك ما تقدري تسوي ده شيء، رحتي على اعلى جبل في العالم والسبع القارات عشان تثبتي انت كفتاه سعوديه، كفتاه عربيه، بغض النظر على انت فين مولوده ولا انت مين، بامكانك تحققوا المستحيل. Men and women are a team. كون الرجال والفتيات والأولاد، إحنا فريق، إحنا ما إحنا ضد بعض ونحتاج بعض. فمرة مهم إن يكون عندك أحد في عيلتك، سواء كان أبوك أو أخوك أو زوجك أو أحد يساعدك، لأن إحنا مجتمعنا you need this، تحتاجي هذه المساعدة، تحتاجي هذا الدعم من الجانب الميل، لازم definitely. وفي نفس الوقت هم يحتاجوا our touch as well. يعني احنا استغرب الناس اللي يحسبوا انه رجال نساء لا، احنا we're united، احنا مع بعض، we're not supposed to be انه احنا احد احسن من الثاني. اعيد واقول احنا we are equal, we're not the same. أنا وين حالياً؟ لأني I manage myself، فأنا كل شيء سيدة أمال، ديزاينر، صرت ميك اب ارتست، كما تعلمت كيف أسوي ميك اب حقي بنفسي، ستايلست كمان، مديرة، كل شيء صرت أسوي بنفسي، نيغوشييتر، وأظن هذا التالنت as a woman to know how to multitask.
في طبعا بغض انا لما بقول كده ما بزعل الاولاد, في كثير اولاد رجال يعرفوا دي مالتي تاسك, بس معظم الرجال لو تلاحظيهم هذا الشيء يسووه فقط في هذه اللحظه, هذا الشيء بالذات اخويا مره ضحك اخويا يسوي هذا الشيء ما يعرف يسوي two things at the same time. بس I think كوني I'm an entrepreneur in my very unique عملي اليونيك, يعني I have my own image, my own social media وكذا, كل شيء أسوي, كل شيء تقريبا حتى المكياج أسوي. بس this is a lesson, هذا درس كل شخص بدأ نفسه من صفر تقريبا يتعلمه. You learn how to be everything, تتعلمي كيف تكوني كل شيء. بصفة عامة مو بس للفتاة السعودية, لأي أحد حتى لو رجال أو مرأة, روحوا ورا شغفكم, كوني تكتيكية في الأشياء اللي تحاربي عليها والأشياء اللي to compromise. ما حنفوز كل شيء وما تقدر تخسري كل شيء.